والله إنه أمر محزن، تذهب إلى مكة للحج أو للعمرة أو للصلاة وتجد أن كثيرا من الناس قد اشتغلوا بالتصوير، هذا يصور نفسه وهو يطوف، هذا يصور نفسه وهو محرم، وهذا يصور نفسه وهو يدعو الله، وهذا يصور نفسه وهو مطأطئ الرأس. لما هذا التصوير في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى؟ والله لقد خالف كثير من الناس ما كان عليه أهل العلم في مثل هذه الأبواب، ما كان عليه أهل العلم في مثل هذه الأبواب. هل هذه البيوت إنما جعلت التصوير حتى أنك لو ابتليت ورأيت التلفاز بين الأذان والإقامة ومعلوم أن هذه المواطن من مواطن استجابة الدعاء ومن مواطن الإكثار من الركعات لله سبحانه وتعالى، ولكن تجد أن الكثير يصور نفسه عند الكعبة. لما؟ وقد قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لعن الله المصور. وقد قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: كل مصور في النار. لذلك كان المفتى به عند سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن هذه الأحاديث تشمل كل تصوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. والألف واللام للعموم، فإن الألف واللام عند أهل الأصول الاستغراق، فهذا الاستغراق يدل على العموم. يا أخي، وإن كنت ترى القول الآخر، وإن كان قولا مرجوحا أو ليس له حظ من النظر، إن كنت ترى القول الآخر بجواز التصوير، ولكن لا يكون هذا التصوير بهذا الافتتان عياذا بالله. والله إنه بهذه الطريقة فتنة وبلاء في بيت من بيوت الله، كأنه متحف، كأنه مكان لنقل هذه التصاوير للناس، ويقول للناس: انظروا لي، أنا الآن أطوف. سبحان الله. ثم إذا انتهى من تصويره نزله كما يسمى في مواقع التواصل الاجتماعي، في السناب شات أو في الفيسبوك أو في كذا وكذا، ثم يقول: عمرة مقبولة. ما الذي يدريك يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل منك هذه العمرة؟ ما الذي يدريك أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنك بهذا الفعل الذي أنت قد قمت به في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى؟